سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اولا قبل ما نبدا بغيت نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع القناه ديالي. vraiment je vous remercie beaucoup 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 du fond du cœur. شكرا لكم بزاف. و دونك فوالا اليوم جيت لكم واحد الوصفه جديده اللي هي عباره عن البيتزا، وغادي نقدم لكم لاباط بالطريقه ديالي انا. جربت بزاف د الوصفات مي دائما كانت ناقصاني شي حاجه، دونك اليوم حبيت نشارك معكم الطريقه ديالي انا. دونك فوالا ان شاء الله بالنسبه للبيتزا دونك غادي نخلط ان تي بو لي فارس، لانه كاين لي باغي بلوتون، كاين لي باغي كات فروماج، كاين لي باغي لي ليغوم. دونك فوالا، دونك بقاو معايا وغادي نوري لكم المقادير والطريقه. دونك نبداو على بركه الله. دونك باش نديرو لاباط تاع بيتزا غادي نحتاجو دونك دقيق ديال لاباتيسري، غادي نحتاجو دونك دقيق القمح رقيق، دونك سميده رقيقه. هذا باش كندير البغرير، كندير به الحرشه، كندير شحال حاجه. خميره دونك حبوب، خميره الخبز، خميره كيماويه، الملح، لي زيرب دو بروفونس او الزعتر، دونك الزبده. هادي دونك غادي نستعملها من بعد حتى غادي تعجن لاباط، عاد غادي نعاود نعجن بها اون دوزيام فوا بالزبده، او بيان سور زيت البلديه. دونك غادي نوري لكم دابا دونك الطريقه. دونك بالنسبه ليا انا تقريبا دونك باش ندير تقريبا 5 تاع لي بيتزا، يعني قياس دونك بوغ اون بيرسون، يعني توصل واحد. دونك غادي ندير جوج جبابن ديال لا فارين، ديال الفرص، غندير جوج ديال السمول، حاولوا دائما ما تخلطوش الملح مع الخميره، يعني بعدهم على بعضياتهم، لان الملح معروفه كتكسر شي شويه الجلد ديال الخميره. دونك الخميره غادي ندير قياس دونك معلقه زوج، يعني ما تكونش عامره بزاف، نزيد شويه، انا كنخدم بزاف بعيني ميزاني. دونك زوج المعالق عامرين صغار ديال الخميره، كنزيد دونك هنا نص باكيه، دونك هادي فيها 16 غرام، يعني دونك 8 غرام ديال الخميره الكيماويه. بيان سور الزعتر ولا لي زيرب دو بروفونس، انا هنا تقريبا درت واحد 2-3 كويير، وغادي نزيد دابا زويته بلديه قياس تقريبا واحد كوي صغير. دونك فوالا دابا غادي نديرها دونك تعجن، ونوري لكم من بعد دونك لا سوبستانس دو بيان كتكون يعني مرخوفه، ما تكونش معقوده بزاف، سينو غادي تجي دونك ملي غطيب لاباط غتكون قاصحه. دونك انا درت قياس اون طاس ونص، طاس ونص، ودونك غادي نبدا يعني ندير الماكينه تعجن. دونك فوالا دابا تجمعات شي شويه، دونك باقي ما كملتش ليها يعني الخدمه، باقي غنخليها تخدم واحد 5 مينوت، مي غير باش نوري لكم يعني لا كونسيستونس ديالها كي كتجي، يعني بحال العجينه تاع الخبز ما تكون مرخوفه شي شويه يعني عليها، لانه باقي غادي نجي نعاود ندورها بالزبده، يعني واحد 3 مينوت قبل ما نطفي عليها غادي نزيد لها الزبده. المهم بقاو معايا. دونك دابا غادي نجي وندير الزبده قولي قياس تقريبا جوج معالق كبار ديال الزبده،
بالنسبة لي بغا زعما يتوقف غير يعني يدير غير الزيت البلدية بوحدها ممكن، مي صراحة الزبدة كتزيدها واحد كتجي مرخوفة يعني كتعطيها واحد لو بلوس اللي انا بالنسبة لي على حسب لي غوسيت اللي جربت بزبدة وبلا زبدة يعني فرق كبير. دونك فوالا جربوها ان شاء الله وغادي تردوا عليا الخبر. ها هي النتيجة ديال دونك لاباط من بعد ما زدت لها الزبدة، يعني شفتوا لا تيكستور ديالها كي كتكون. دونك فوالا دابا غادي ندوزو نفورميو لي بول باش نديرهم يرتاحو شي شويه باش نقدروا نبداو نخدمو. و دونك الوقت فاش غادا ترجع غادي ندوز نوجد لا فارس ديال لي بيتزا. اي فوالا من بعد ما قديت لي بول دونك في البلاطو غادي ندير كيس بلاستيكي هكا ونخليهم حتى فريمون يبداو يخمروا شي شويه. وبعد ما دونك يخمروا هادو غادي ندوز دابا نبداو لا بريباراسيون ديال باش غادي نعمر لي بيتزا لا فارس. كان هنا غادي نبدا الحشوه الاولانيه اللي هي غادي تكون بالخضره. دونك كندير شويه ديال الزيت. دونك غادي نحتاج دونك الفلفله مقطع، البصله، لي زيبينار و لي كورجيت. تقدروا ديروا الدنجات، تقدروا ديروا يعني على حسب الذوق ديالكم. دونك غادي ندير البصله هي الاولى تشحر شي شويه. من بعد ما تشحرات شويه البصله غادي نضيف عليها الفلفله ودابا غادي ندير التوابل. دونك غندير الملحه البزار وشوية ديال التحمير. وما ننساوش يعني الزعتر، ولا لي زارد دو بروفونس، انا كندير لي زارد دو بروفونس. كنخلطو غادي نجي نضيف عليهم دابا لي كورجيت و فوالا. متجهدوش عليهم خلوهم يطيبو على خاطرهم، يعني ميطيبوش على الفنيخ تيكونو فغيمون صافي تشبعو تياب بزاف. يعني باقي غير كملو تياب في الخضرا، يعني غير بدا شي شويه يعني الخضرا تشد الطياب و تبدا تطلق يعني نتفاو عليها. دابا غادي نضيف لي زيبينار ونخلط وغادي نجي نغطيها على عشان ميله ونخلي فريمون ديك الخضيره تطلق في بعضها واحد ثلاثة حتى لخمسة دقايق ونخفيها. إذا فوالا دونك من بعد ما طابت الحشوة كتكون يعني هكدا. دونك دابا غادي ندوزو للتعمار ديال البيتزا. إذا دابا غادي نبداو على بركة الله نحضرو دونك لي بيتزا. شفتو من بعد ما يعني خليناها ترتاح نشتي الحجم ديالها بالنسبة للرطوبية راه ما نعاودش لكم. دونك غادي نبداو بأول وحدة كنشوف دائما ترشوا الدقيق لان ما فيها يعني زبيده يعني تخرب الصق. اذا هنا دونك بديت كنخدم على بروميير بيتزا. دونك انا سبق لي وجدت يعني بون لا صوص دونك اللي غادي نفرش ديال لا بيتزا لا صوص طوماط، يعني لا روسيت ديالها راه يعني غنيه عن الكل. طون وجدتو
وبيان سور الحشوه الاخرى ها هي هنا ديالت الخضره الفرماج تما وجدت كلشي كوم سا باش يعني نخدم اليز فوالا دونك من بعد ما حطيتها في الطاوله في الطاوله كنجي كنتكها لا فورشيت من بعد تناخد قياس تاع لاصوص طوماط لي خاصني بعد ما انتهيت من وضع لاصوص دابا غادي نجي وغادي ناخذ لي ليغوم ونفرشها من بعد غادي نجي غادي ناخذ البارميزان ندير فوق منه من بعد ناخذ الموزاريلا كنضيفها من الفوق حتى هي من بعد غادي نجي نزين لا بيتزا دونك ها هي لا بيتزا الاولانيه كتجي على هذا الشكل هذا دابا غادي ندوز للبيتزا الثانيه اللي هي ديال الطوم يعني دابا بديت كن يعني نقرص لا بيتزا الثانيه اللي غادي نعمر بالطون بغيت نوري لكم لا بات شتوها كي كتكون يعني تلعبوا بها كيف ما بغيتوا بديكم زعما صراحه كتجي غزاله دونك voilà. جبت دابا لي زارب دو بروفونس يعني ولا زعفرة ولا زعفر وكتجي وكت يعني دردروه من الفوق قبل ما تدخلو على الفران باقي غادي نوريكم بيان سور الشكل النهائي منين يطيبو ان شاء الله دونك اذا بالنسبة دونك بيتزا بيتزا دونك فوالا غادي دونك نديرها كيما قلت لكم يعني ديال نبات الانواع تاع الفرماج مختلفين بيتزا كات فرماج ممكن تستعملوا يعني لي فروماج ليبريتو دونك انا هنا غادي ندير لو بارميزان
غادي ندير واحد شويه ديال لا موتزاريلا، ندير غير شويه دابا لان غادي نعاود نزيد شويه في الفوق. من بعد غادي نجي ندير يعني لو غودا دونك تو طريفات هكا نبدا كناخذ لو غورغونزولا كنجي هو ملي دونك ملي كتشريو كيكون بيان سور يعني يرطب معجن بون لاسيوس ديال واحد صاحبتي قالت لي بقى ديري في لو كونجيلاتور ويعني وقت ما بغيتي حكي والصراحه يعني طريقه رائعه دونك كنشاركها معكم حتى نتوما كتجي اسهل دونك فوالا شتي ملي كتحكوا يعني سي بوكو بلو براتيك لانه اون فوا كتقيسو فيديو كوم سا كيتعجن كلو دونك فوالا هو انا ما كنكثرش فيه لان لوغو ديالو شي شويه مجهد دونك كندير القياس شي شويه فوالا و ابري كنجي كنعاود ندير فوق منو لو فرماج الناس صحاب لو ريجيم سمحوا لي بوكو دو فرماج مي بون الواحد اون بو سو فير بليزير الواحد يعني اون فوا نقول بار سيمين غتقول لي بزاف نقول لكم اون فوا بار 15 جو بون سي تري تري بون مي سي تري كالوريك مي بون رمضان هذا حتى شي طبله ما كتخطاها لا بيتزا دونك فوالا من بعد غادي نجي باردون نبدا ندير فوق منها لي زوليف نوار زيتون على هاد الشكل اي فوالا بيان سور نزيد ندير فوق منو شويه ديال الزعتر قبل ما ندخلو الفران فوالا تجي بهذه الطريقه اذا هنا دونك حليت الفران غير باش نوريها لكم الشكل يعني ديالها فاش كطيب دونك فريمون شفتوا لا لاباط كتجي رائعه كتجي غزاله غادي تجربوها انا متاكده ما غاداش تندموا دونك فوالا نتلاقاو للشكل النهائي ملي يكون الفرماج غراتيني اذا من بعد ما طابوا وقطعتهم على هاد الشكل هكا باش تشوفوا يعني لانتيغور ديال لا بيتزا كيفاش كتجي لا بات دونك هانتوما كتجي على هاد الشكل هكا يعني شفتوني راه درت الخميره كيماويه ودرت الخميره تاع الدار مي مالغري سا يعني ماشي تنفخت بزاف يعني دونك فوالا هادي ديال كلوتون هانتوما يعني شفتوا لا بات كتجي فريمون رطبه وهادي ديال لي ليغوم دونك شفتوها كتجي يعني فريمون مرخوفه فوالا كنتمنى يكون يعني هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم ونتلاقاو في اون اوتر فيديو ان شاء الله عما قريب